عن البدايات الجديدة. نقرأ من سفر إشعياء صح 43 عدد 18. إشعياء 43-18: لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا، في القفر أنهارا، يمجدني حيوان الصحراء، الذئاب وبنات النعام، لأني جعلت في البرية ماء أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختارية. في وسط الجفاف الرب بيسقي شعبه في وسط الصحراء. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. وبتكون هذه النتيجة دايما. نحن رؤوسنا نطلب بركة من الرب على التأملات هذا الصباح. أيها الرب المحب، نشكرك من أجل هذا الصباح، أتينا إلى محضرك وإلى شخصك حيث سواقيك ملآن ماء. أنت قلت من يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. في وسط الشدائد، في وسط الظروف الصعبة يا رب أنت تعزي نفوسنا وقلوبنا. نشكرك يا رب من أجل العام يلي مرق يا رب، كل بركاتك وعنايتك أبوتك الصالحة لنا. نشكرك من أجل هذا العام الجديد يا رب، أرجوك من بدايته أنك تباركنا وتساعدنا حتى نكرس نفوسنا لشخصك، نضع ذواتنا بين يديك لكي تقودنا في طريق جديد في رحب لا حصر فيه. بارك عبدك يا رب وإخوتي في هذا الصباح بينما نحن ندرس كلمتك، تمجد فينا، أعطي عبدك قوة لك الإكرام باسم المسيح يسوع، آمين. الحياة تمشي لقدام وما بترجع لورا. اليوم يلي بيمرق ما بيمثله، الزمن اللي راح راح، لكن الفرصة دايما موجودة نقدر نبدأ بداية جديدة. كلنا بنحمل اشياء سلبيه حصلت معنا بالماضي، تركت فينا جروح، تركت فينا ذكريات اليمه، تركت فينا خوف، تركت فينا وجع، لكن الفرصه دائما موجوده نقدر نبدا بدايه جديده. كلنا بوقت من الاوقات تصرفنا غلط في امر معين، غضبنا، كذبنا، اذينا، اذنبنا، أخذنا قرارات غلط، مشينا بطريق غلط، لكن الفرصة دائما موجودة إنه نبدأ بداية جديدة. في أشياء كتيرة كنا بنتمنى لو ما صارت، بس صارت. في حكي كتير كنا بنتمنى لو ما قلناه، بس قلناه. في مواقف كتير كنا بنتمنى لو ما أخذناها، بس أخذناها. ما بنقدر نعمل أندو لأشياء عملناها، ما بنقدر نلغيها، لكن بنقدر نبدأ صفحة جديدة وبداية جديدة. مهم نتعلم من التاريخ، لأنه اللي ما بيتعلم من التاريخ محتوم عليه إنه يرجع يعيده. سليمان الحكيم بيقول في سفر الجامعة: الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. مع كل شرقة شمس فرصة جديدة، لأنه مراحم الرب هي جديدة في كل صباح. فرصة جديدة حتى ننسى ما وراء ونمتد إلى ما هو قدام. كلام الرب لقلنا في هذا الصباح: لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، هأنذا صانع أمرا جديدا. يعني ما توقف تتأسف على الماضي، سكر على الماضي بكل ذكرياته وصعوباته وتجاربه وسقطاته، وابدأ امشي للأمام. الله هو إله البدايات الجديدة، دايما الله يصنع الغير متوقع معنا. اليوم بنعمة الرب رح نتأمل بأربع حالات فيها نماذج عن أشخاص ابتدأوا بداية جديدة. رح نشوف مع بعضنا شو يلي خلاهم أو شو يلي ساعدهم
حتى يبدأوا بداية جديدة في حياتهم. أربع حالات رح نتأمل فيها مع بعض. الحالة الأولى بداية جديدة بعد السقوط في الخطية. بداية جديدة بعد السقوط في الخطية. النموذج الأول هو المرأة الزانية التي أمسكت في ذات الفعل. وصمة عار على جبينها. حياتها ملوثة بالخطية. وصلت للحضيض وأمسكت بالجرم المشهود. جروها مجموعة رجال عن شعرها وجابوها لعند المسيح. كانوا حاملين بإيديهم حجارة حتى يرجموها. موسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم. نوضع حد لحياتها. ما في أشطر منا نحمل حجارة ونراشق على بعضنا البعض لما حدا منا يغلط. لما حدا منا يغلط منجيب أجله منعلقه على صنوبر بيروت. موسى في الناموس هيك أوصانا. وأنت ماذا تقول؟ سألوا للمسيح فماذا تقول أنت؟ كان جوابه أنا أقول من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. أنا أقول تستحق فرصة جديدة وبداية جديدة. أنا أقول الناموس بموسى أعطي. نعم وقال أن ترجم. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. النعمة قالت لا اذهبي والحق قال لها لا تخطئي أيضا. شخص الوحيد يلي هو بلا خطية المؤهل أنه يدينها لم يدنها وقال لها ولا أنا أدينك. بدل ما يقاصصها حمل عنها قصاص الخطية. اذهبي ولا تخطئي أيضا وابدأي بداية جديدة. يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. نعمة الرب يسوع خلتها تبدأ بداية جديدة. فلما أنت وأنا نوقع بالخطية شو يلي بيخلينا نرجع نوقف من جديد ونبدأ بداية جديدة؟ هي نعمة الرب يسوع المسيح. النموذج الثاني هو زكا. شو كان خطيته زكا؟ محبة المال. ليش محبة المال خطية؟ لا مش خطية. محبة المال هو أصل لكل الخطايا. محبة المال هي أصل لكل الشرور. واللي بحب المال بالحق ولا بالغش، بالحلال ولا بالحرام، مهم يطلع مصاري. زكا كان رئيس العشرين، كان البيج بوس، كان رئيس دائرة بجمهورية الموز. ما بيعرف شو يعني جمهورية الموز، روح يفتش على الإنترنت شو معناتها. مرة كنت بوزارة المالية والتقيت بموظفة هناك عندي معاملة عم بعملها، قلت لي بالحرف مهبول يلي بيدفع ضرائب بهالدولة. ليه؟ قد ما شايفي في فساد، قد ما شايفي في عشرين مثل زكا. زكا كان واحد من كلهم، وكلهم يعني كلهم. زكا كان جابته مليانة بس قلبه كان فاضي، فطلب أن يرى يسوع. لأنه زكا كان قصير وكان في جموع كتير حول يسوع، ركض زكا وطلع على الجميزة حتى يتفرج ويشوف من هو يسوع. ولما التقت عينه بعين يسوع قال له يسوع لزكا أسرع وانزل، أنا مزمع أن أدخل إلى بيتك اليوم. أنا تدخل على بيتي يا رب؟ أنا العشار، أنا الناس بيبروا من حد ما بيقولوا لي مرحبا، أنت يا رب بدأ تدخل على بيتي أنا؟ ولما دخل الرب على بيته لزكا تغيرت كل حياته وقال له ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. سبحان اللي بيغير وما بيتغير. شو غيرك يا زكا؟ نعمة المسيح هي يلي غيرتني، أعطتني قلب جديد. حزقيال بيقول الرب وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. يلي بيشبع من الرب يسوع يلقي التبرة على التراب وذهب أفير بين حوصة الأودية. وبقول مع كاتب المزمور سأتملي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. شو يلي بيخلينا نبدأ بداية جديدة لما نوقع بالخطية؟ نعمة الرب يسوع. وكلنا منتفركش وكلنا منوقع بالخطية من وقت لوقت. شو يلي بيخلينا نوقف من جديد على إجرينا ونمشي؟ نعمة الرب يسوع المسيح. بداية جديدة وحياة جديدة. بيلي جراهام الواعظ المشهور بقول الشخص يلي بيجي لعند المسيح بياخد سبع أشياء جديدة. أول شيء بصير عنده a new relationship،
بصير في عنده علاقة جديدة مع الرب، علاقة الابن مع بيه، بصير ابن الرب. تاني شيء بصير عنده a new citizenship، بصير في عنده هوية جديدة، بصير مواطن سماوي ينتمي للسماء. تاني شيء بصير عنده a new family، بصير عنده عائلة جديدة، عائلة الإيمان، أشخاص المؤمنين بصيروا عائلته. رابع شيء بصير عنده a new purpose، بصير في عنده هدف جديد يعيش لأجله في الحياة، هدف روحي سامي بيعيش لمجد المسيح. خامس شيء بصير عنده a new power، بصير عنده قوة جديدة حتى يحيا في جدة الحياة، في الحياة الجديدة مع الرب يسوع. سادس شيء بصير عنده a new destiny، بصير عنده مصير جديد، إذ ينال الحياة الأبدية. البطل رايح على جهنم، بصير رايح على السماء لعند الرب. سابع شيء بصير عنده a new journey، بصير عنده رحلة جديدة، بصير ماشي في الاتجاه الصحيح. فإذن الحالة الأولى بداية جديدة بعد السقوط في الخطية. شو اللي بخلونا نوقف ونرجع نبدأ بداية جديدة؟ نعمة الرب يسوع اللي بتقبلنا مثل ما نحن، تحتضننا مثل ما نحن، بتسمحنا ونقدر نقوم ونمشي من جديد. لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم وبمشي بالطريق بداية جديدة من أول وجديد. الحالة الثانية بداية جديدة بعد الفشل بالخدمة. وكلنا يلي بنخدم الرب من وقت لوقت نصاب بالإحباط، نصاب بالفشل. كيف نبدأ بداية جديدة؟ شو يلي بخلينا نقدر نرجع نقوم ونبدأ بداية جديدة؟ النموذج الأول هو بطرس. بطرس اللي كان عم يبني أحلام مع المسيح، بطرس الصادق، بطرس المخلص، بطرس المتحمس من كل قلبه بده يخدم الرب، عن جد مستعد يفدي بروحه، كان مستعد يموت لأجله. بطرس بس بده أنه كل الناس تتبع المسيح. لكن بطرس عند أول امتحان صعب سقط، وسقطت معه كل الوعود. بطرس المندفع، بطرس المنطلق، صار مثل الصوص الجبان قاعد بالزاوية عم يرتجف مع الجواري. بطرس أنكر المسيح. بطرس ما كان على قد الثقة، فشل بالخدمة، فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. خلصت القصة بالنسبة لبطرس، لكن بالنسبة للرب يسوع ما خلصت القصة. سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني صليت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. أنت مش لوحدك يا بطرس عم بتواجه قوى الظلام، أنا معك، أنا عم بتشفع لأجلك. فإذا شفاعة المسيح هي اللي ردت بطرس للخدمة من أول وجديد، وأعطت بطرس بداية جديدة وانطلاقة جديدة، ورجع بكل قوة، وقف بكل جرأة يخدم الرب ويوعظ بيوم الخمسين، وآمن بهداك اليوم 3000 نفس. إذا كنت شاعر أنك فشلان بالخدمة بسبب سقطات معينة، تأكد أن هناك من جلس عن يمين العظمة في الأعالي يشفع بنا في كل حين. شو اللي خلى بطرس يوقف على إجراء من أول وجديد؟ من بعد ما فشل، من بعد ما أنكر المسيح، هو تشجيع المسيح لأله وتشفع المسيح لأجله. صليت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. النموذج الثاني بالخدمة هو موسى. موسى تهذب بكل حكمة المصريين، وصل للدكتوراه، أعلى شهادة ممكن. وكان موسى كابن ابنة فرعون لا شك عنده نفوذ وعنده سلطان وعنده قوة، وحب أنه يسخر كل هالطاقات يلي عنده لخدمة الرب وخلاص شعب الرب. غلط شيء؟ أكيد مش غلط، شيء كتير حلو. لكن فشل. ليه؟ وين كان الغلط؟ الغلط كان بالتوقيت وبالطريقة. مش نحن منحدد الوقت، ولا إحنا منحدد أو منقرر الكيفية يلي منخدم فيها الرب، حتى ما نوقع بالغلطة يلي وقع فيها موسى. موسى لأنه تسرع واتكل على زنوده فشل بالخدمة، وهرب للبرية 40 سنة حتى يتعلم أنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. وظهر له الرب بعد 40 سنة، ظهر له الرب وقال له يا موسى هلما أرسلك حتى تخلص شعبي. شو كان ردة فعل موسى؟ أنا ما أنا إنسان فاشل يا رب، ما أنا مش طالع من أمري شيء يا رب، أنا جربت وما طلع مني شيء، هلأ بعد كل هالسنين بدك إياني أجي أروح وبلش من أول وجديد؟
نعم كان الرب بده يرجع يروح وبلش من أول وجديد، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يعني ما تخلي فشل الماضي يحدد مصير المستقبل. أنا أكون معك. وفرجاه الرب لموسى كيف من مجرد عصا بيقدر يطلع له مي من الصخرة، بمجرد عصا حول المي لدم، بمجرد عصا حول البحر مية البحر إلى طريق حتى يمشوا فيها المفديين. راح موسى وعصى الله في يده وأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم. فما تقول أنا فشلت، جربت وفشلت. كبر حلمك لأنه إلهك كبير، عظم طلبك لأنه إلهك عظيم، وسع طموحك إلهك وسع المدى. في سمكة بالصين اسمها كوي فيش، هذه السمكة بتتأثر بالمحيط يلي بتنحط فيه. إذا حطوها بوعاء زجاجي لمرتبان إزاز بتكبر 4 إنش، إذا حطوها بوعاء أكبر بتكبر 8 إنش، إذا حطوها ببركة بتكبر 18 إنش هي نفسها، إذا حطوها ببحيرة بتكبر 42 إنش. فمشان هيك الله بكبر محيط التحديات قدامنا، بيعطينا مجال حتى نمتد ونكبر ونتوسع أكتر وأكتر لكي ننمو إلى قياس قامة ملء المسيح. ما تستقل بقوة روح الله يلي فيك. لاحظوا معي هلا آية قديش حلوة قديش قوية برومية إصحاح 8 بولس الرسول بيقول: إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. إذا هيدا الروح يلي عنده المقدرة أنه يقيم من المسيح من الأموات كان هو نفسه الروح ساكن فيكم، هو يلي بيقومك من أي ضعف، من أي فشل، من أي حالة إحباط أنت فيها. هذا الروح ما تستهل فيه، روح الله القدوس الساكن فيكم يعطينا روح القوة وليس روح الضعف والفشل والإحباط. هذا الأسبوع كنت عم بحضر على التلفزيون شيء محادثة عم يحكوا عن الحكومة ومين لازم يكونوا بالحكومة. شخص اللي عم يعملوا معه عم تعمل معه مقابلة المذيعة قال عبارة كتير لفتت لي نظري، بيقول فيها: القضية الكبيرة ما بيقدروا يحملوها ناس صغار لأنهم بيوقعوا وبوقعوها معه. فكر فيها شوي. القضية الكبيرة عم يحكي عن اللي لازم يكون وزراء بالحكومة بالوضع يلي نحن فيه ما في مين مكان يكون. القضية الكبيرة ما بيقدروا يحملوها ناس صغار بيوقعوا وبيوقعوها معه. قضيتنا قضية إيماننا أكبر قضية في الوجود وأهم قضية، لا لأنه هي قضية الحياة الأبدية. اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا. فالمرحلة الثانية، النموذج الثاني، إذا حاسس أنك فشلت في خدمة الرب، في خدمتك شفاعة الرب وتشجيع الرب لإلك بيدفعك وبيعطيك القوة حتى تبدأ من أول وجديد ببداية هذه السنة الجديدة. المرحلة الثالثة، بداية جديدة بعد الهروب من المسؤولية، وكلنا كمان بنوقع فيها. النموذج الأول هو هاجر. هاجر جارية سراي امرأة إبراهيم. هاجر من بعد ما حبلت من إبراهيم أبونا إبراهيم صغرت مولاتها في عينيها. يعني لما شافت أنه صار عندها شيء، صار ما عندها إياه، شافت حالها على سارة وصارت تطلع على سارة باحتقار. ما هيدي مصيبتنا الطبيعة البشرية اللي عندنا، لما يكون عندي شيء اتطلع انه انا احسن من غيري بنتفخ وبتكبر على غيري وبصير بحتقر غيري. بس عمين يا هاجر عصارة، شو كانت ردة فعل سارة؟ فاذلتها، اذلتها لهاجر. الحق على مين؟ عهاجر يما على سارة؟ برأيكم مرات كتير نحن مندفع ثمن تصرفاتنا الخاطئة ومنجرب نحط الحق على الآخرين. شوفوا شو عم يعملوا فيي. هذه نتيجة أفعالنا يعني إحنا بنعملها، مرات مندفع ثمنها. أزلتها سارة، هاجر جارية سارة، وهاجر من المفترض فيها أن تكون عم تخدم سارة وتعمل مشيئة مولاتها سارة. لكن لما سارة اسيت عليها لهاجر، شو عملت هاجر؟ هربت من المسؤولية. هربت هاجر وراحت في البرية. ظهر لملاك الرب على الطريق لهاجر وقال لها،
يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. ما قال الملك معك حق، لك هذه سارة ما بتنطق، معك حق تهربي. شو قال ملاك الرب؟ قال ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. عندك مسؤولية يا هاجر، ما فيك تهربي من مسؤوليتك، ارجعي واخضعي وقومي بمسؤوليتك وأنا بدوري رح باركك. وقال الرب لهاجر بالبرية بهذاك اليوم تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. شو يلي خلاها ترجع؟ وصية الرب، ارجعي وابدأي بداية جديدة لكن بروح جديدة، بروح التواضع والوداعة والخضوع. قديش مرات تحس انه خلاص ما بقى بدي، اتعبت، شو صاير علي، ليه بدي احمل هالمسؤولية كلها، شو جاييني، شو جبرني، ما بقى بدي، بدي فل. وبتيجي وصية الرب تقول لك ارجع، ما تتهرب من المسؤولية. أيها العبيد اخضعوا لسادتكم. إذا كنت موظف لازم تخضع لمديرك، إذا كنت جندي لازم تخضع للضابط تبعك المسؤول عنك، إذا كنت تلميذ لازم تخضع لمعلمك، إذا كنت ابن لازم تخضع لأبويك. تهرب من المسؤولية، وصية الرب تردنا لنرجع نبدأ بداية جديدة في تحمل المسؤولية. النموذج الثاني هو أونسيموس. أونسيموس كان عبد عند فيليمون وحس بنفسه أنه مظلوم، عم يشتغل وما بياخد يلي بيستحقه. شو بدكم من أونسيموس يعمل؟ قرر ياخد حقه بإيده. صح ولا غلط؟ ما بيعطوك حقك، خد حقك بإيدك. وقرر ياخد حقه بإيده، راح أونسيموس سرق معلمه فيليمون وهرب، ولسبب أو لآخر دخل للسجن. وبالسجن التقى بالرسول بولس، وهنيك آمن وتعرف على المسيح. شو قال له الرسول بولس؟ قال له لك ولا يهمك، هالماضي مضى، انت هلأ صرت مؤمن، رب عطاك بداية جديدة وحياة جديدة، انت مش مسؤول عن أخطائك يلي بالماضي، خلاص انت صرت حر بالمسيح. هيك قال له بولس؟ قال له لا يا أونسيموس، ما فيك تهرب من المسؤولية، بدك ترجع وتروح لعند معلمك فيليمون، وأنا بعطيك رسالة توصية، وتخدمه من كل قلبك هذه المرة، وتتحمل المسؤولية من أول وجديد. لكن هذه المرة مش بس بدك تخدمه كعبد، لكن بدك تخدمه أيضا كأخ في المسيح يسوع. المؤمن ما بيتهرب من المسؤولية. كل واحد منا في عنده مسؤولية من موقعه. نعم، بسبب التعب والضغط والمشاكل مرات كده بنحس انه بدنا نهرب، بدي اهرب من كل شيء، ما بقى بدي شيء. لكن وصية الرب تجبرنا ان نرجع ونتحمل المسؤولية، والرب هو اللي بيعطينا القوة والنعمة حتى نبدا بداية جديدة ونتحمل مسؤوليتنا كاملة. الام عليها مسؤولية تجاه زوجها واولادها، الزوج عليه مسؤولية تجاه عائلته، زوجته واولاده، الابناء عليهم مسؤولية تجاه أهلهم. ما فيك تدير ظهرك وتمشي وتتخلى عن مسؤولياتك. المرحلة الثالثة، إذا هربت من تحمل مسؤوليتك، وصية الرب لك بتقول لك ارجع وابتدي من أول وجديد كإنسان مسؤول وناضج. وصية الرب هيك بتعلمنا. المرحلة الرابعة والأخيرة، الحالة الرابعة والأخيرة، بداية جديدة بعد الاختناق في الضيق. بداية جديدة بعد الاختناق في الضيق. النموذج الأول هو يوسف. يوسف الابن المدلل عند بيه، يوسف الابن المميز بردائه الملون، ما تعود على شظف العيش ولا على صعوبات الحياة، راح على أساس عم يعمل منيح مع أخواته، رايح أخذ لهم زوادة حتى يتغدوا بالبرية وهن عم يرعوا الغنمات، لكن أخوته باعوه للإسماعيليين. بكى واسترحمهم لكن من دون جدوى. حس حاله مخنوق من جوا من جراء يلي عملوه فيه وهن ياخدينه عبد على أرض مصر. فجأة لقى حاله وحيد بأرض غريبة عم يخدم عند فوطيفار رئيس الشرطة. يوسف مثل ما بنعرف قرر أنه يبقى أمين للرب ويبقى أمين لسيده،
ورفض أنه يتجه مع امرأة فوتيفار. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ شو كانت النتيجة؟ خي الله هلأ حيباركني ويحررني من كل ضيق يلي أنا فيه. شو كانت النتيجة؟ قام سيده حطه بالسجن فوق الضيق ضيق. تيري لما تسكر مرات بتسكر من كل الميلان. يا رب شو عم بيصير؟ شو بقدر أعمل؟ هيدي المكافأة؟ واحد بكون عامل جريمة ما بيقدر يتحمل السجن. كيف إذا كان بريء وظلم ووضع في السجن وهو ما عمل أي شيء غلط؟ حطوا ليوسف في سجن أسرى الملك، أسرى الملك فرعون، وهذا السجن ما حدا بيطلع منه، داخل مفقود والخارج مولود. شو كان بيقدر يعمل؟ شيء واحد بيقدر يعمله؟ ينتظر الرب. لما تسكر الدنيا بوجهك شو بتقدر تعمل؟ سكرت كل الأبواب شو بتقدر تعمل؟ انتظر الرب. ما بتقدر تعمل إلا الانتظار، وهذا اللي عمله يوسف. حتى ساق الملك يلي كان متأمل عنده بارقة أمل إنه يخبر فرعون عنه ويطلعه من السجن، حتى ساق الملك نسيه ورجع نطر سنتين بالضيق أيضا حتى جاء الميعاد. نطر نطر نطر، لكن مثل ما بقول كاتب المزمور، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. لما تكون بضيق والدنيا مسكرة بوجهك انتظر الرب. أنا الرب في وقته أسرع يخرجك لتبدأ بداية جديدة، حياة جديدة وجميلة لم تكن تحلم بها من قبل. لما تكون بضيق تأكد أن الرب عم يشتغل شيء بحياتك وهو معك. في ترنيمة بحبها كتير بتقول يسوع يأتني في ضيقتي ويتضايق معي. تري لما يوسف كان بالحبس إجا يسوع، إجا الرب قعد معه ويتضايق معي. هو صديق نصف الليل الذي لا يتخلى عن أتقيائه. وأخيرا بعد انتظار خرج يوسف من السجن، ونرى أنه أمانة الرب عوضت ليوسف عن كل شيء أضعاف الأضعاف. وتأكد يوسف أنه الأحلام يلي هي من الرب كلها تتحقق ولو بعد حين. أول ولد إجا شو سماه؟ منسى، لأن الله أنساني كل تعبي. تاني ولد إجا شو سماه؟ أفرايم، لأن الرب جعلني مثمرا، يعني مثمر، جعلني مثمرا في أرض غربتي. حتى في الصحراء الله بيجعل حياتك مثمرة، حتى في القفر يفيض بالأنهار. لك شو بقول بإشعياء 41، البائسون عدد 17، البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد. نحن ممكن عايشين بظروفنا الدنيا منشفة كلها من حوالينا، نبقى حاسين هيك، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم، أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع. حتى في الصحراء أجعل القفرة أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه. أجعل في البرية الأرز، أرز إشارة لشو؟ الجمال، أجمل شجرة. والصنت، صنت إشارة لشو؟ للقوة، أقوى خشب. والآس، الآس يلي بيعمل ظل كتير، حتى في الصحراء الرب يظل لك. وشجرة الزيت، شين شجرة الزيت؟ شجرة الزيتون. حتى في الصحراء يجعل حياتك مثمرة أيضا. أضعف البادية السرو والسنديان والشربين معا لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. حتى في الصحراء. النموذج الثاني والأخير هو أيوب. أيوب مضرب مثل، ضربي ورا ضربي حتى خسر كل شيء، ضربتي أثقل من تنهدي، حتى بطل قادر يتحمل. هو ذا يقتلني لا أنتظر شيئا. شو بتقدر تعمل يا أيوب؟ بس بنتظر الرب. قادر يعمل شيء؟ أبدا، بنتظر الرب. وانتظر الرب. سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، شو كانت النتيجة؟ نهاية القصة، بارك الرب مثل ما بنعرف آخرة أيوب أكثر من أولاه، ورد الرب سبيا أيوب. فقط ليش؟ لأنه انتظر الرب وأعطاه ضعفا من كل شيء. وراح يرنم بآخر قصة أيوب، جعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، بداية جديدة، بطريق جديدة، بحياة جديدة. في الختام كل واحد منا يسأل نفسه ويراجع حياته.
في أي حالة من الحالات الأربعة. إذا كنت عم بتصارع مع خطية، ساعة بوقع ساعة بقوم، نعمة الرب يسوع هي اللي بتغيرنا، هي اللي بتعطينا القوة ننفض عنا الخطية، ننفض عنا الغبار، ونقوم نمشي بالطريق ببداية جديدة مع الرب يسوع بهذه السنة الجديدة. إذا كنت فشلان بالخدمة، تشجيع الرب جلس عن يمين العظمة يشفع بنا، شفاعة الرب يسوع فينا هي اللي بتعطينا القوة حتى نقوم ونبدأ من جديد. إذا كانت حالتك هربان من المسؤولية، خلاص ما بقى بدي، ضغط كتير علي، مش قادر أتحمل بقى من مسؤولية ببيتي بشغلي بكنيستي، وصيت الرب بتقول لك ارجع وابدأ من جديد، أنا بعطيك القوة حتى تستمر. إذا كنت محاصر من ضيقات الحياة، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. بداية جديدة جميلة بانتظارك، فقط انتظر الرب وسلم له، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري.